ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا. استاذ محمد ايه احنا جايين النهارده انت والمدام في برنامج اسمه كابلز، تطلعوا تتسالوا اسئله، الاجابات تطلع متوافقه ان شاء الله. لو جمع لو جه عليكم فوتس كتير ان شاء الله تفوزوا بالرحله باذن الله. لحد دلوقتي احنا مفيش اي اختلاف في اللي احنا متفقين عليه ده، كل ده تمام، بس في اتفاق بقى صغير انا وانت عايزين نتممه مع بعض. ايش هو بقى ان احنا عايزين نوقع مرات حضرتك في ورطه صغيره كده. ليه بس دي غلبانه خالص؟ ليه بس ما هي عشان طب حلو ان هي غلبانه مش هتكسر لنا الدنيا. لا 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 طيب ان هو الموضوع ما اسموش كابلز، برنامج اسمه مراتي في ورطه. انت ما هتتفق دلوقتي مع المذيعه الاستاذه ساره ان انتوا كنتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا علاقه ببعض، وقصه حب قديمه، واول ما شفتها اتدربكت وهي اتدربكت وفينك وحشتني ولما تتسال اسئله الاجابات اللي هي هتقولها هي هي صح المدام هي اللي غلط وحاجات بقى، فاهم اللي هو ايه؟ هي إيه قاعده جنب جوزها مش عارفه ايه المدام برج ايه هي ولا لازم يعني؟ طبعا عشان تعرف ازاي تجي لها، اصل يعني جوزاء. ساره خبيره. لا الجوزاء كويسين طيبين على فكره. لا مش على كده، الجوزاء يعني مودي جدا، لو مودها طالب ان هي تفضل هاديه تفضل هاديه. ايوه لو مودها طالب ان هي لو قلبت شكرا. صح كده. انا احنا قلبي يعني يعني تفتكر فين نقطه المقابله اللي انتوا قابلتوا بعض فيها وحبيتوا بعض منين؟ احنا كنا نعرف بعض. لا هي للاسف انا ما قابلتهاش في مكان، انا قابلتها. لا قابلتني انا. انت انا مالي يا شرشر، انت قابلتني انا فين؟ لا انا بتكلم على ساره مراتي. لا ساره انا يا شرشر. احنا يعني احنا دلوقتي هي كمان اتجوزت اسمها ساره؟ لابسين نصيبه ولا ايه؟ ايه يا عزيزه لابسين نصيبه؟ هي ده الجو ده انت هتلاقيه في الحلقه. ايوه ما ده كويس. وانا هاجي بشرشر من بره كده. انت هتبقى قاعد انت هنا انت والمدام، وهي هتخش عليك من هنا بالدخله اللي انت لسه شايفها حالا. لا 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 عادي. بتحبين 4 سنين خليني افتح لك ال اربع سنين دي ممكن تتكلها 16 سنه ولا حاجه. نلحقها وانت ولا كانك تعرف حاجه. يلا يا وحش. يلا استخبي. استخبي يا ساره. سارة عامل ايه؟ ازيك؟ تمام الحمد لله. ايه تعملي ايه هنا؟ تمام. انت اتجوزت؟ اه. دي المدام؟ المدام. هاي ازيك عامل ايه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا قاعد ايه فين؟ يا راجل ايه مش متفاجئ ان انا المذيع يعني ولا ايه؟ انا مش عارف. مش عارف المفاجأة. مفاجأة حلوة والله. ممكن تعديله هي بليز عشان شكله مطلعش من بعد كويس ده كده؟ اه ناحية تانية كمان. بس كده تمام كده؟ كويس. انت فين دلوقتي؟ شغل ايه؟ فين يلا الرياضة التلفزيون المصري؟ احنا هنتقابل كتير بعد كده والله. انا انت غيرت ايميلك؟ اه تليفونك عرفت؟ كلمتك لقيته مقفول. ما صعب يكون مقفول. هم كل الرجالة لما يجوا يتجوزوا يختفوا. كتير. بجد؟ ده الميك اب مغير خالص. ميك اب؟ مغير خالص. على فكرة الميك اب بيوحشني. لا بالعكس. أحلى. قصدك إن أنا مش حلوة من غير ميك اب؟ أنت حلوة. أنت استنيت كتير؟ اه عزبوني بره. بجد؟ اه معلش. حر النهارده. شربت حاجة؟ لا. نعم؟ لا. مش عارف بقى. هظبطك بعد الحلقة. يلا ستاند باي معاك. 3 2 1 كلنا متفقين ان الراجل محتاج الست، والست ما تقدرش تعيش من غير الراجل، والاتنين ما يقدروش يستغنوا عن بعض. وعلشان كل كابل يقدروا يكملوا مع بعض لازم يكون بينهم توافق، وفي برنامجنا كابل بنشوف اكتر اتنين متوافقين وبيكسبوا رحلة اسبوع لتركيا شاملة الاقامة والسفر. ضيفي النهاردة غالي عليا بجد بجد بجد، كانت مفاجأة. قول شرشر ولا قول محمد؟ قول محمد. محمد؟ ايه اسمك ايه؟ سارة. انا قلت لك دايما تلحقني بالاسم على طول عشان انا بنسى. اسمك ايه؟ سارة. ده على اسمي انا، اسمي سارة. ده دي صدفة ولا انت مختارها سارة؟ ممكن تكون صدفة. صدفة؟ اه ده انت. يلا من الاول. برنامجنا عبارة عن مسابقة اسئلة على فقرات، بسألكوا الاسئلة دي وبشوف الاجابات، لو كانت متوافقة بتطلعوا رحلة اسبوع تركيا شمال الاقامة والسفر. اوكي. محمد جاهز؟ جاهز.
فاصل وهنرجع تاني مع محمد ومدام سارة. انا مرتبكه. انت مرتبكه؟ انا مرتبكه. انا شفتك كده ببساطه خالص. لا انا عادي، انا اصل ده برنامج كده بس. اتخضيت. انا كنت متخيله اشوفك انت. مفاجاه حلوه بالنسبه لي كانك شفتيني. حلوه بالنسبه لي انا؟ حلوه. لا مش حلوه. ليه بقى؟ انت عارف ليه. لا خلينا نتكلم بس. انت راجل متجوز وربنا يكرمك في حياتك. الله يخليك. قلت لي انت خلفت؟ عندي مواد. ربنا يخليك. الله يخليك. يلا اتفضل. ورجعنا لكم تاني مع محمد ومدام ساره، واول فقره معانا النهارده اسئله ليكم انتوا الاثنين. محمد، متجوز بقالك قد ايه؟ يعني بالظبط شهر 7 جاي تم 3 سنين. 3 سنين؟ بسرعه كده. بسرعه كده. جوازكم جه تقليدي ولا عن حب ولا جه ازاي يا مدام ساره؟ تقليدي. تقليدي يعني اللي هو جواز النصيب ده؟ لا يعني هي جت فيه صدفه، فيهم صدفه. تقليدي ولا كان عن حب يا محمد؟ لا هو تقليدي بالحب برضه، يعني ربنا كده سهلها وشفتها او ما شفتها حبيتها على طول. والله هي صدفه دي جت ازاي بقى يا مدام ساره؟ عن طريق والدي ووالده. يعني جواز نصيب؟ الشغل يعني. نصيب. بابايا في السياحه وباباها في الشرطه فشافوا بعض حصل النصيب. سبحان الله نصيب. محمد، المشاعر اللي بينكم بعد الجواز زادت ولا قلت ولا اتغيرت؟ هي يعني بين البنين يعني 50-50 بس بتزيد يعني. اتغيرت؟ زادت طبعا. ممكن تتغير في يوم من الايام؟ ما اعتقدش. ممكن تتغير؟ لا ما اعتقدش. يعني مفيش حاجه ممكن تظهر فجاه في حياتك تغير لك مجرى حياتك خالص؟ لو على مستوى المفاجأة نفسها بس برضه مش هيحصل برضه يعني. مش هيحصل. مش هيحصل. مدام سارة، بتثقي في جوزك؟ أكيد. لحد فين؟ لحد آخر مدى. حكى لك على علاقاته قبل الجواز؟ طبعا. كلها؟ كلها. حكيت لها على علاقاتك قبل الجواز؟ كل حاجة. كل حاجة؟ كل حاجة. بالأسماء والشخصيات وكل حاجة؟ أيوة. طب افتكرتها هتخش تسلم عليا بقى. لا ما اعرفكش شخصيه. اسمك ساره صح؟ دي صدفه طبعا. صدفه برضه. صدفه نصيب زي الجواز ما جه صدفه ونصيب كده. كويس. طب لو كان في حياه جوزك حب قديم بقى ورجع له فجاه تاني هتعملي ايه؟ لا هيبقى في وقت الموقف هو اللي هيحكم يعني. هو اي علاقه قبل الجواز دي انا ماليش دعوه بيها، انا ليا ان انا احاسبه في الوقت اللي عرفته فيه، غير بعد كده بقى لو في حاجه تدخلت يبقى الموقف هو اللي هيحسم. يعني لو كان بيحب واحده زمان وفجاه الظروف يعني منعت بينهم ان هم يتجوزوا، ظهرت في حياته تاني هتعملي ايه؟ هو هيعمل ايه؟ هتعمل انت ايه يا شرشر؟ انا عن نفسي عشان بعد الجواز طبعا هتبقى بالنسبه لي صاحبه اكتر من كده. لا يعني هتبقى انا ليا طبعا حبيبه واحده هي ساره. يعني انت كنت كانت علاقاتك القديمه كانت صاحبات بس، لكن انت دلوقتي متجوز. متجوز. طب وليه ما اتجوزتش واحده من صاحباتك؟ مش كنت بتحبهم برضه؟ ولا ده كان حب عادي كده؟ كان حب يعني اخوات بس اكتر من كده. لا انت مالك خايف كده ليه؟ انا مش خايف. احنا يعني بندردش مع بعض. مالك دردشه جميله جدا على فكره. بتتكلم كده بتراقب كلامك مش عارف. لا 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 متوتر كده وكده. لا عادي خالص. مش احيانا بتحسي ان الراجل برج الاسد ممكن يعمل كفر لنفسه كده؟ نعم. في ايه يا ساره؟ ايه؟ التزم بالسكريبت بعد اذنك. لا مش شرط يا مدام. مش فاهم ازاي. معلش اصل الصدفه ان المدام اسمها ساره وانا اسمي ساره. ممكن الكلام ده كله سبحان الله. صدفه صدفه. بعد اذنك. اسفين يا جماعه. يلا اتفضلي. دلوقتي اخر فقره معانا النهارده هيكون فيها محمد من غير مدام ساره، فاصل وهنرجع تاني. معلش حضرتك تستنينا؟ عقبال ما تظبط بقى وقتك واضاءتك وكل حاجه افصل شويه بقى. افصل، انا مش طايقه نفسي دلوقتي. انت بتتكلم كده عشان مراتك موجوده؟ لا عادي خالص. حد اديني موبايلي. حد دلوقتي تبصي لي وتتكلم معايا؟ ميرسي. اديني رقمك الجديد. كام؟ عايز كده ولا كده وكده؟ اتفضل. اي حاجه. هيكلم.
ماشي. بيرن عندك ولا قافل تليفونك؟ لا تليفونك مش معايا. كمان؟ هي اخر كده. الموبايل. ميرسي. لو سمحت يا استاذ بس نرجع مكاننا. هكلمك بعد الحلقه. اوكي. ماشي. ورجعنا لكم تاني مع محمد وفقرة مع او ضد محمد. انا ما بسجلش الفقرة دي هقص. وهكي ممكن تبص في الكاميرا وتبص لي قوي في عينيا تعكسني هي كده. ينفع تعملي ستوب من الحلقة بفلوس؟ ينفع؟ عشان دي اساسا واحدة انا مش عارفة المفروض مش في ورق بتبقى ملزمة بيه ولا بتخرج بره؟ امال هي بتخرج بره النص ليه؟ لو سمحت اعملي ستوب. فاصل وترجع لنا مسكه وترجع. ودلوقتي هندخل مدام ساره هنسالها نفس الاسئله ونشوف التوافق في اجاباتها واجابات محمد. فاصل وهنرجع تاني. حد ينده مدام ساره؟ والله ده كان مكاني يا شيخة. والله سلام. متهيألي لو كنت كويسة ما كانش سبب. نعم؟ لا ما أقول فين. والله ظروف ظروف. يعني على الظروف. مجبر أخاك بقى. أنا عايزة أقول لما تجهز يلا قول لي. محمد 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 اسمع الكلام والنبي اسمع لحسن تزعل. بس يعني مكسرة ازاي؟ محمد وفي مشكلة يا مالها المدام فيه؟ لا مش حاجة. مفيش حاجة خالص. هي مشكلتي انا طلعت اعرفها هي مشكلتي. لا يا حبيبتي مش مشكلة. طيب خلاص انا ايه يعني؟ واثقة في نفسك شوية يعني. واثقة في نفسي ولا واحدة تيجي تاخد مكاني. ولا واحدة بتتكلمي من تحت سنيني. نعم؟ ولا واحدة تيجي تحرك شعرايا في المروس. ماشي محمد اقعد عدل اتوترت والله تزعل يعني اقعد وافرد ظهرك عشان تبان في الكادر تمنى الكادر شويه اوكي ركز الكادر كده شويه كده مش فاهمه ومين اللي المفروض يتضايق من مين اصلا يعني ومين اللي مستحمل مين انا اللي طفشته منك ولا ايه لا النصيب والقدر والصدفه واحلى نصيب الصراحه ولو هو شايف غير كده يقول انت قادرة ساره انت كده تجاوزتي كل الحدود انا ما تجاوزتش المدام بتستفزني المدام هي اللي بتستفزك ايوه ده ربنا يكون في عون المدام والله تعالي لي الكنترول حالا بعد اذنك احنا اسفين يا مدام اوكي محمد على اذنك بني ادمه مستفزه يعني ايه في ايه يا شيخ مذيعة دي قللت الذوق مش مذيعة لا لا بس عشان الصوت بس عشان الصوت ماشي وديت رقم تليفونك انا شايفه قاعده وشايفه وانا مش عايزه اكمل الحلقه ممكن بس تهدي مش عايزه اكمل تهدي عايزك تهدي بس انت اتعصبت ليه مش اي حد يعصبك على فكره يا شيخ مش اي حد يعصبك ما هو المشكله ان انت بتجاريها ما بتجيبليش حق يا هقوم ولا لا اهدي اهدي يا ساره فين اهدي صلى النبي كده صلى النبي اهدي اوكي اوكي ايدك كيف زيد معلش عشان يعني سمعت كلمتين بسببك هل متضايق من حاجة؟ لا متضايقش عشاني أنا متعودة على كده أنا متعودة على كده بقى مشحون شوية لا 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 متعودة على كده متضايقش عشاني خالص أنت زعلانة عشاني بجد في إيه؟ أنا بجد كويسة والله والله كويسة أنا متعودة على ده ده خصوصي طب يا جماعة محمد محمد بليز أرجوك يا محمد هعمل الفينالة وأنهي الحلقة أرجوك أرجوك معلش في إيه؟
سوري يا جماعه معلش محمد. لا ما اقدرش اقعد الحلقه. ما اقدرش تعالي بس. سوري ايه؟ ما اقدرش. فاضل كلمه واحده بس بسيطه عايزه اقولها. يا هو عندك قولي لي. لا عايز اقول لك انت حاجه ثانيه واحده بس. محيط مهند بصي لي هقول لك على حاجه. معلش وانا عملت كل ما عشان استفزها واقول لها ان انا كنت بضحك عليها وعامله فيها مقلب. ما في مقلب. اه والله. اه والله.